يعيش أولياء التلاميذ بالعديد من أحياء القطب العمراني أحمد زبانة أياما من الترقب لموسم دراسي لم تتضح معالمه بغياب المرافق التربوية التي تأخر إنجازها والمطالبة بتوفير النقل المدرسي. لقينا صعوبات لولادنا، رانا غادي نلقوا صعوبات هذا العام تاني، منهم النقل المدرسي اللي راه ما راهش متوفر بكثره. نطلبوا تدخل رئيس بلديه مسرقين في النقل. السكان تاع القطب الحضري شيخ احمد زبانه ما على بالهم شويه غادي يسجل ولادهم وين غادي يقروا ولادهم، ونطلبوا ان شاء الله ثاني رئيس بلديه تاع مسرقين ان شاء الله باش يوفر النقل هذا العام من اجل التلاميذ فيما يخص جميع الاطوار التعليميه. التلاميذ هم الاكثر استعدادا لمواجهه موسم اقل ما يقال عنه انه صعب، نتيجة الاكتظاظ والتنقل بعيدا عن سكناتهم يوميا، حيث جمعوا مطلبين إما توفير النقل أو تشييد المدارس. كان عندنا اكتظاظ بزاف في البيس، وكنا نروحوا مخالطين، نروحوا بريمير مع تاسيه، نطلبوا يكثرونا من النقل ويوفرونا الكوليجات الاقرب. وانا دروك ما على باليش وين نقرا، دروك باش نقرا وين ما كنت في ليسامون دي بعيده عليا بزاف. خطرة تيجي البيس يطيح اون بال وخطرة تجو ابي. انا نطالبوا يديرونا كوليجات، ولا ما ديروناش كوليجات يديرونا لي بيس بزاف. مطلبين لا ثالث لهما رد عليهما رئيس البلدية بإيجابية، حيث وعد بالتكفل بجميع المتمدرسين من ناحية النقل، وحدد مواعيد استلام الثانوية والابتدائية. مؤسسات تربويه اللي كانت مبرمجه باش تفتح في هذا الموسم الدراسي عادي تاخر شويه، فيه ثانويه ومدرستين ابتدائيتين ستفتح ان شاء الله مع بدايه شهر ديسمبر. ورغم ذلك المجلس الشعبي البلدي خمم باش يوفر النقل المدرسي لكل ابنائنا. بين تجسيد الوعود وتحقيق المطالب يفصل أسبوع واحد ليكون كفيل بالإجابة.